المهم اخويا باش نبدا لك ما عرف. المهم اخويا انا كان واحد صحابي المهم واحد المده المهم داروا شي حاجه سرقوا شي حاجه وتشدوا تشدوا في الحبس. المهم تشدوا في الحبس بحال هكا وجروني معاهم واحد ولد دربنا هو اللي جرني انايا صافي جرني في الحبس بحال ما هكا صافي. الثاني جات واحد المده شدوني قلت لهم علاش مشدود قالوا لي على السرقه جاب داك فلان 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 عاوتاني. المهم قال لي كاع التسميات اللي معانا قال لي عندك السرقه قال لي عندك السرقه الموصوفه بظروف الليل وعندك شكون من عصابه. قلت لهم هادشي انا ما داير وما هادشي انا الشيف راه ما داير منه والو. قال لي هادشي اللي عندنا ولدي راه قلنا عليك وتقدم عند الواكيل في اي تملل وديك الساعه قول لي داكشي اللي عندك صافي. انا ما عندي ما ديك الساعه صافي تشدي صافي مشيت بال 48 ساعه قدمت على الواكيل الايت ملول جنايات صافي. جاب لي هذاك الاخر اللي جبدني واجهني معاه درنا المواجهه قال لي واش هاد فلان معاكم هكا قال لي معانا قال لي فوجي بحال هكا. انا الشفر هذا بيني وبينه الدواء. اسمح لي شنو هما داروا بعداش هما شنو داروا في التهمه ديالهم هما داكشي اللي قال الوكيل قال لك السرقه الموصوفه والضرب والجرح وتكون عصابه اجراميه. اها كمل ليا صافي اخويا مشينا عند الوكيل اخويا بحال ما هكا صافي قال لي هذاك طرد قال لي فوجي قال لي راه هذا معانا هذا راه شفر معانا. اها وكلاس هذا الوكيل كنطالب المواجهه انا مع الضواحي اللي باللي قالوا لكم قالوا لي راه قالوا لي ايه الجلسه الثانيه يكون الضواحي. قلت لهم صافي صيفطوني للحبس ديال ايش من لون. المهم قلت اخويا ضربت هكاك 15 يوم عاد طلعت للجلسه الثانيه ما جاوش ما حضروش دوك الضواحي. صافي اخويا ما حضروش دوك الضواحي قالك عاوتاني اجلوا الجلسه اجلوا الجلسه حتى النهار الخميس الاخر. المهم بقينا حتى الخميس الاخر طلعنا عاوتاني عاد جا واحد الضاحية جا واحد وواحد بقى حيت هما جوج ضواحي اللي مشاو اليوم ديالو. حضر واحد داك الاخر اللي حضر قال لهم هذا راه ما دار ليا والو هذا ما شدوش زعما اللي انا راه ما شافنيش معاهم. وداك الضاحية اللي حضر هو اللي مخسر قال لهم هذا السيد هذا راه ما دار ليا والو ما كانش حاضر معاهم ما شدوش معاهم الا كان حاضر معاهم المهم ما شدوش اللي شفت هذو جوج ما طلعوا كاع الدراري حنايا سبعه الناس. المهم طلعوا اخويا صافي قال لهم هاد الجوج اللي شفت وراهم نعت لهم جوج الناس من دوك السبعه اللي حنا هما دوك السبعه اللي معايا نعت الجوج الناس قال لهم هادو هما اللي كان بحال اللي شايفان. صافي اخويا بحال ما هكاك صافي قال لي الوكيل ولكن باقي خاصك ضحيه الاخر باش هكا قال لي داك صاحب راه انا كنت مع داك الاخر الضحيه اللي مشاو لي معاهم جوج ضحايا جات لهم داكشي فدق كانوا غاديين بجوج. صافي اخويا بحال ما هكاك طولت صافي قال لي خصو قال لي الوكيل خصو يحضر ضروري داك الضحيه الاخر حيتاش هاد صحابو هادو شادين فيه. صافي هذاك ما حضرش بقات هكاك صافي تتحكمنا بثلاث سنين لواحد واحد فينا اللي تحكم بعشره كبيره فمر 21 عام. حنا ديك الساعة تحكمنا في بيبي هو في الشيال صافي هو خد 10 حنا 3. المهم اخويا طلعت المهم صافي تحكمنا في 3 سنين لواحد اخويا هادشي اللي كاين تحكمنا في 3 سنين لواحد صافي. جا عندي الوالد للزيارة الوالد كان عيان كان داكشي كان داف داكشي تاع شاربون في وجدة انا كتعرفو اخويا تاع شاربون كيعيشو على الضيقة. المهم الضيقة كيعيشوها بالرابوز اخويا هادشي اللي كاين صافي. المهم جا عندي لي اول زياره ديك الساعه ليه مع ديك الزياره كانوا دايرين دجاجه خويا ما تقدرش تسمعو مزيان الا ما قربش فمو الدجاجه ودير نتا ودنيك في الدجاجه ما تقدرش تسمعو مزيان. هادشي اللي كنعاود لك في شهر 9 خويا في 29. المهم اخويا بحال ما هكاك صافي. المهم بدينا كندوو الشوي قال لي واش ندير لك محامي واش هكا. قلت له انا ما داير والو لا شاتي لذاك محامي لا شاكا
صافي قلت لها انت اصلا انت ما بقى عندك جهد باك صافي كتسمعوها بزز ما قدرتش تشوفو زعما تعنقو ولا شي حاجه فهمتي كنشوف الوالد واحد لوجع تبدل فيه ولا صفار فهمتي ولا المرضى حكماتو صافي اخويا المهم الزياره الثانيه اخويا الزياره الثانيه فاش جا عندي صافي جا عندي مريض هذيك هي ثاني زياره ليا اخويا جا عندي مريض تما فينا نشوف اخر من رب جا عندي الزياره الثانيه مريض اخويا صافي بحال ما كتشوفو ديك الساعه حيدو الجاج داروا الكراسه والطبله بيناتنا صافي اخويا بقيت جالس في كرسي كندوي معاك قال لي يا ولدي راه انا عيان ما قدتيش باقي نجي عندك للزياره حيتاش راه البات في السبيطار راه داكشي اللي قال لي الطبه تعتارو داك صافي في ماركه باك واش زاد عليك الحركه اللي راه تزاد عليا بزاف ما قدتيش ليك الجهد بغيت نخرجك من هنا ولكن ما قدتيش ليك الجهد راه خوتك غيكونوا معاك ايوفو معاك انا عندي اربعه الخوت وانا هو الصغير فيهم قال لي مرا اخويا قال لي اخوك كيبقاو معاك قال لي اخر زياره قلت لي با لا تقول اخر زياره زعما قال لي قلت له غاتبر ان شاء الله باقي قال لي با قال لي صافي شاف لي بحال هكا بقاش كنبكي انا حيت اصلا حسيت به فهمتي ديك المرحله حسيت به انا مريض صافي اخويا صافي المهم دوينا سالات الزياره ما كيديروا لنا كيديروا لنا الساعه هكا كل 15 دقيقه المهم دغيا كتسالي الزياره المهم مشيت اخويا الشومبر ديالي صونيت على الوالده الو ما قالت لي ربك يلا جلسنا في السبيطار قالوا لي ضروري شباتي صافي صونيت لها في لاباري بحال هكا كندوي مع اخويا كندوي مع بحال هكا قلت لي دوزي ليا قالت لي راه ديري لي مارش ديك البار ديالي ديري لي خصو ما يدويش هو ديك الساعه راه عيان فهمتي ما قدرش باقي يدوي معايا المهم صافي قلت لها صافي اما المهم غد لي بديت كنصوني حتى واحد ما كيجاوب كنصوني ست ايام تابعو انا كنصوني حتى واحد ما كيجاوب اوه مالو صافي تما فين حسيت بشي حاجه طرات للواليد تما فين صافي اخويا انا طاو ثاني في الصباح كما العاده درنا كيخرجونا مع الصباح الباكر كنترشوا الورق بلاش مابقاش نسمعوك دابا صافي دابا مزيان كمل اخويا ديك اخويا خرجونا لاكور مع الصباح الموظفه ترتقوا علينا السوارج خرجنا لاكور مع الصباح صافي جا عندي واحد الدري ولد دربنا اللي هو كيجينا شي حاجه من العائله بحال هكا ريحت السما بالصخور بحال هكا جا عندي بحال هكا قال لي واش كدوي مع مالين دار ديالك واش هكا واش خصك شي تعبئه دخلني بحال هكا واش خصك شي تعبئه باش تدوي مع مالين دار قلت له ودر كنصوني قلت له ودر كنصوني اليوم 6 ايام حتى واحد ما كيجاوب زي ما عرفت معلوم قلت له هو مريض وكوكا قلت له اصلا انت سالت لي تعبئه خصنا نشي تعبئه قال لي هي نعطيك تعبئه نوصل الشومبر نعطيها لك ويقول لي بغيت نقول لك شي حاجه قلت له قول اخويا قال لي ولكن اخويا ما ديرش في بالك قلت له اشنو تما صافي فين دخلني فهمتي فين دخلني الشك قال لي باك مات الله يرحمه تما فين قال لي باك مات الله يرحمه صافي مابقاش عقلت على راسي ضربت راسي مع داك الحيط تاع لاكور اخويا المهم سخفش هزوني السبيطار الانسكان زوني قوي سبيطار انسكان بتفي يومين صافي نهار التالت جابوني بقاو كيسبرو فيا الموظف داوني البيرو عند المدير بقاو عليا السميه الكنيه هكا صافي تشم السميه مارش بداو كيقيدو في بيسي تما صافي صوناو على الوالده قال لهم الا بغيتو تجيو زياره خاصه زياره خاصه بيناتكم نتوما العائله ديالي كامل الا بغيتو نديرو لي زياره بوحدو صافي داروا الوقيته وداروا الزياره داروا مع الزياره كتكون عندنا حنا نهار الاربعاء داروا لي انا نهار الجمعه صافي اخويا داروا لي الزياره نهار الجمعه بالضبط جيت دخلت للسياره فهمتي بقوه داك قوه با مات فهمتي با مبقاش فهمتي وقعت لي 15 يوم للاستئناف فهمتي ديك الساعه 15 يوم اللي بقات لي للاستئناف وسمعت بخبر ديال الوالد مات الله يرحمه ديك الساعة تحكمتي بثلاث سنين ديك الساعة تحكمت بثلاث سنين ملي كان الوالد ديك الساعة اللي انا محكوم بثلاث سنين
صافي ضربت 15 يوم 15 يوم اللي بقات لي الاستئناف. هاكا 15 يوم اللي بقات لي الاستئناف بالضبط. جات عندي الوالده نهار الجمعه صافي. ما انا مابقاش كان من نهار سقط البا اخبار بلي ماش صافي مابقاش كناكل مابقاش والو. وليت كان الماكله اللي كيجيبوها لي الموظفه اللي كيجيبوها لي الدراري اللي كيخدموا مع الموظفه كنلوحا كنعطيها للدراري مابقاش كناكل. بقوه وليت فهمتي بقوه وليت الصفار مابقاش كناكل. ولاو كيديوني للسبيطار كيبكوا لي البرا فهمتي. كيديوني الدواء كيوقف عليا الموظف تاعنا ناكل صافي. تما فين جات الزياره ديال الوالده جاو عندي نهار الجمعه. جات عندي عمتي من الرباط وجات عندي واحد عمتي من قنيطره وحده من ايمي تانوت. جات عندي الوالده وخوتي وجوج من خوتي. تما فين جاو عندي اخويا صافي. كانت الوالده لابسه البيض مع ديك الدخله. الوالده لابسه البيض بقيت كنبكي صافي. بقيت كنبكي. جات عندي عمتي عنقتها. جاو عندي كاملين. المهم عنقتهم كاملين. عنقت الوالده بقيت كنبكي صافي. ما قدرتش باقي صافي. ما قدرتش بحال هكا صافي. تما بقيت كنشوف الوالده تطاحش فهمتي. كنبقى نشوف الوالده تطاحش بحال هكا. قلت واقيلا سخفات. سقات هي جات سقف قلبيه. تما فين اخويا صافي. تما فين فشلت انا. بقيت كنغوت العائله كامله كتغوت صافي. تما فين شدونا الموظفه ما عرفت. اتصلوا بالاسعاف اخويا جات دغيا داو الوالده للسبيطار. ما انا بقيت تما العائله تاعي بقات. خرجوها تما. انا خلوني حدا في الزياره نيت بالضبط. الزياره نيت خلوني على واحد الفيرو اخر تاع المدير صافي. بقيت كنغوت ما فيش نسكت لهم. دوني عند الوالده بغيت نشوف الوالده ديوني نشوفها صافي. بقيت كنغوت. بقيت كنضرب براسي والو ما باوش يديوني عندها نشوفها. كنقول لها ديوني مينطوني. لبسوني ديك اللبسه اللي كديونا تاع برا تاع السيفيل ومينطوني وديوني غنشوفها. هما ما باوش يقولوا لي الوالده ديالك جات سكته قلبيه فهمتي. حيت يلاه مات لي الوالد ويعاود يزيدوا لي ثاني تاع الوالده فهمتي اخويا. فهمتك. هادشي اللي كاين اخويا. المهم ملي جات صافي وقالوا لي اودي الله يرحم شحال الوالده ديالك عمات الله يرحمها راه تنوكا راه صافي. تما عاوتاني تبدلات عاوتاني حياتي. ما طيقت اليوم لا واه انتوما دغيا باش تقتلوا لي دغيا هكا انتوما السباب انتوما صافي. بقيت خارج اخويا صافي. دخلوني للشومبر ما دخلونيش في الاول حتى ديك السته تاع العشيه. عاد دخلوني للشومبر بقاو معايا الموظفه بقاو كيدوو معايا والو. ما متقبلش الموضوع فهمتي. ما تقبلش لهم الموضوع صافي. ديك النهار الثاني فهمتي. النهار الثاني داوني للسبيطار نشوفها. النهار الثاني داوني في القاضي الكبير اخويا تاع ترونسفير. ما ينطوني ولبسوني واحد اللبسه فهمتي بحال الباشي المهم بيضاء. وما ينطوني اخويا مشاو معايا جوج موظفه وداوني نشوفها. تما فين شاشت الوالده بالفريره مات الله يرحمها. صافي ما قديتش عاود ثاني الصبار. وبقيت كنغوت عليهم تما والو. كنبكي انتوما اللي قتلتوا لي ما بحال هاد الهضره اخويا صافي. تما فين تبتلعش حياتي اخويا. وصلت الشومبر فكرت ندير مشناقه سنق راسي والو. ما خلاونيش الدراري كيعيطوا للموظفه كيتصلوا بهم كيعيطوا للموظفه بحال هكا كيضربوا في البلان ديال تيجي الموظف مالكم هاد راه باش نق راسو ولا هكا. كيجي الموظف الاخر كيصوني لهم كيصوني للمدير وهذوك الاخرين كيجيو كيخرجوني كيبقاو معايا عاوتاني شحال صافي اخويا صافي. بقيت هكاك هكاك وليت تما شديت مشيت للسرجن طردت واحد الثقاب. بقيت كنسرد في الحمية. بقيت كنسرد كرشي كامل نص راسي اخويا يدي كامل نص راسي تاعي. تما مبقيتش حامل راسي حيت انا السبب فهمتي. بحال كنحس انا السبب اللي مات با ومات تما. هذا هو ما كان اخويا هي سنة الحياة. والوالد في اخر زيارة قال لي انا راه مسامحك في الدنيا وفي الاخره وانت الامال ديالي الوحيد
هذه هي الحاجه اللي مصبراني حاليا. دابا انا حاليا في الرباط عند عمتي. هي اللي مربياني دابا، هي اللي مكبراني دابا، هي اللي عايشه عندها. ايوا خويا بورسين زعما ضريتينا حنا في قلبنا قسما بالله. الا اضطرينا معاك قسما بالله واحد شنو تدير؟ شنو تدير صلاح اخويا؟ اه شنو اخويا ما سمعتك حاليا شنو تدير؟ حاليا اخويا ما كندير والو، ما نكتبش عليك اخويا، خارج من السابعه انا. الا بغى شي واحد الرقم ديالك صلاح وبغى يعاونك في خدمه ولا في شي حاجه. اه اخويا مرحبا، كان شي خدمه زوينه. شوف عمرك دابا صلاح؟ انا في عمر 19 عام اخويا. 19 عام. اللي بغى الرقم ديال صلاح يتواصل معايا في لاباج فيسبوك ويكتب لي بغيت الرقم ديال صلاح، نعطيكم الرقم ديال صلاح. حاليا راك في الرباط؟